هو فما اكثر من سبب. السبب الاولاني انه النشأة نتاعو صارت في فترة الكوفيد، فكانت العملية ما كانتش سهلة برشا في التواصل. السبب الثاني واللي نعتبره أنا المهم، أن الائتلاف الوطني توخى طريقة سياسية جديدة، ماهوش بالعدد وماهوش بالحشد، وإنما بالفكرة وبالجودة نتاع ما سنقترحه، ما سنقدمه للشعب التونسي من حلول. ما هيش في تجمهر وما هيش في أعداد، ومانيش نعبيه في استاد، احنا ماشيين النخبة مش تعطي الثمار نتاع التجربة نتاعها ونتاع الحلول اللي تقترحها اليوم على البلاد. بالموضوع نتاعكم شكلا ومضمونا، هل فما علاقة ترابط بين الاسم وبين النشاط الحزبي نتاعكم؟ الاسم نتاعنا يوافلات الهوية نتاعنا، هي الهوية نتاع الحزب. الهوية نتاع الحزب أنا كلنا وطنيون بمفهوم بطاقة تعريف وطني، فكلنا وطنيون ولا نتنازع، ولسنا حراس على الوطنية ولسنا وكلاء على الحرية، وما نفرقوش الشيكات نتاع مش الحرية نتاع الوطنية. وتونسي الدرابو نتاع تونس موجود في بطاقة التعريف، فكل واحد يحمل جنسية تونسية فهو وطني تونسي. وجينا باش نألفوا مش باش نفرقوا، احنا باش نألفوا كل الوطنيين التونسيين. والهيبوتيز اللي خرجنا منها ان كل حامل لبطاقه تعريف والا مضمون حتى قبل بطاقه التعريف نتاعو فيه الجنسيه التونسيه فهو وطني تونسي، مهما كان التوجه، مهما كان وجوده في دون ليسباسي دون لو طون، في اي مكان، في اي بقعه من بقاع العالم، وفي اي زمن من الاوقات اللي تنجم تكون، قطع نظر على عمره، قطع نظر على البلاصه اللي موجود فيها، ما دام يحمل الجنسيه التونسيه فهو وطني تونسي. ونستدعيه باش يتالف مع هذا الحزب اللي هو باش يقدم مشروع وهو طريق النجاة والخروج من السيركل فيسيو اللي توجدنا فيه في 11 سنة. التعددية الحزبية اللي صارت الفترة هذه الكل 240 حزب، انتم قررتوا باش تعملوا حزب في وسط الأحزاب هذه الكل. القرار جاء على خاطر نتكلم على مستوي أنا ساعة، وقت اللي صارت الثورة في 21 نعرفوا كل حاجة، كل شانجمون بغيش، كل تبديل فجئي يخلط وراحة جات مضطربة ويتعدى. خلينا فترة الخوضة والهيجة والحليب يفور حتى اللي نتركح الفريرة باش نجمو نخدمو، خاطر وقتها حد ما يسمعك والناس كل دي بريتوندا كلها ترى في رواحة في البلاصة هذيك. خلينا العركة تكمل والخوضة تكمل والهبلة اللي في الرأس تكمل والناس دي شرجي فرغ هك الشحنه نتاع 60 سنه من الاستقلال لهنا، كل واحد يرى في روحه. خلينا شفنا المشهد، شفنا شنو اللي صار، واليوم وقت الحلول ركحت. حزبنا راهو فيه قوه الاقتراح والحلول، ماهوش قوه العرق، ما نعرفوش.